السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. اجتمع اليوم الأحد وزراء الصناعة والبريد والتجارة رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي مع متعاملي الهاتف النقال لمناقشة سوق النقال في الجزائر، وتضمن اللقاء كيفية الذهاب إلى صناعة هواتف نقال ذكية محلية الصنع وحماية أنظمتها بمساهمة متعاملي الهاتف النقال، ومن شأن الإجراء فتح مناصب عمل وكذا محاربة السوق الموازي والتقليل من فاتورة الاستيراد. وفي هذا الصدد قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن سوق الهواتف النقال ربما سيحدث له مثل ما حدث مع سوق السيارات، سيتوقف استيرادها وتصبح هذه الهواتف المستوردة القديمة هي الأغلى ثمنا في الجزائر.